العنف في شتيلة. أنا اسمي علي، عمري 14 سنة ومخيم شتيلة. أنا اسمي علي، عمري 14 سنة وأنا مخيم شتيلة. وبدنا نحكي لكم عن العنف اللي بنتعرض له كل يوم في مخيم شتيلة. أنا أعيش في بيئة لا تعرف معنى الرحمة، فهناك الكثير من الأبنية التي تلاصق بعضها البعض، والنفايات التي تملأ الشوارع، وذلك ناتج عن الكثافة السكانية التي نعاني منها. هلا بدي أحكي لكم عن عنف بالشارع بين الناس. مرة وأنا ماشي بالطريق شفت مرة عجوزة حامل أغراض كتير ومبيني تعبانة، قررت أني ساعدها. صباح الخير يا حجة. صباح الخير يا بنتي. بدك مساعدة؟ يا ريت. أعطيني أحمل لك هذا الكيس. تفضلي. تعال هون، تعال هون، وين رايح؟ رايحة أوصل لك إياهم. أنت عم تسرقيني. أنا بدي أسرق، أنا بدي أساعدك. أنت عم تسري، ما عم تاخدي. لا أنا بدي أساعدك. وهلا بدنا نحكي لكم عن العنف بالمدرسة، شو بيصير بين الأستاذ والطالب. ترين 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 ترين. يلا اطلع على الصف، يلا اطلع على الصف. صباح الخير. صباح النور. اليوم بدك تعرفوا لي، أكل الولد التفاحة. يا رب ما تضربني المعلم، يا رب. صباح الخير. صباح النور. ليه مأخر؟ كنت سهران اليوم. ليه سهران؟ ما عندك دروس؟ يلا افتح ايدك، بدك تاكل اكل. خلاص والله ما عادش عيدة. لا ما بتتعلم انت غير بالدرب، يلا افتح ايدك. اي والله ما عادش عيدة. افتح بعد والله خلاص. لا بعد يلا. خلاص والله ما عادش عيدة. شوفي شوفي، ليه عم تتخانقوا؟ ما انتوا اصحاب، ما لازم تتخانقوا مع بعض. يلا سلموا مع بعض وبوسوا بعض. بالرغم من كل هذا العنف، بعد في ناس بتحب بعضها وبتعاونوا تيصالحوا الناس. ديما، عليا، علي، فرح، ديانا.